أصابك من ضرر. والله العظيم طبيبة سعودية تقول شاب في الثلاثين من عمره أبكاني وكأني لم أبكي في حياتي. يقول دخل عليه العيادة ويحمل امرأة قد تجاوزت التسعين من عمرها. أول ما دخلت جايبها يكشف عليه، راح تتفف وشه، راح مسحها وضاحك وبصت للشاشة كده وقالت له إيه، مش هتوديني مكة؟ قال لها أنا قلت لك يا أمي هوديك يوم الخميس الجاي، التذاكر أهي. قالت له أنا عايز أروح مكة، فضحكت بصوت عالي ثم بكت. فقالت له من دي؟ قال لها أمي ولدت لا عقل لها. قالت له جابتك ازاي؟ قال لها جدي زوجها، قال يمكن تخلف وتعجل، فلما خلفتني ابويا قعد معاها شهرين وسابها وطفش، وانا من يومها اخدمها واطبخ لها واغسل لها واحملها الى الخلاء واغسلها بيدي وهي الى الان لا تعرف ان ابنها. قالت له امال بتعمل كده ليه؟ قال لأن الله الذي رفع السماء يعرف أن ابنه. تقول الطبيبة فبكيت وكأني لم أبكي في حياتي، وذكرني والله بابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما نادى عليه رجل في أرض مكة وهو يطوف حول الكعبة بأمه الذي تجاوزت الثمانين من عمرها، وقال يا ابن عمر أتراني هكذا قد وفيتها حقها؟ سبع أشواط في الصفا والمروة وسبع أشواط في الكعبة وشايلها للفندق وجايبها من البلد كده ملعش حاجة عندي. فقال ابن عمر ولا بطلقة من طلقات الولادة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر للفقيدة الراحلة. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها. قل أمين. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد الليالي عليها يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير.